بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الخلق والمرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إخوتي وأحبتي في الله، مساكم الله بكل خير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نعم، درس في التوحيد إن شاء الله، درس من دروس 2015 في شهر 6/3/6 بالتحديد 2015، حسن الظن في الله. لكن نبدأ بهذا الحديث، لازم تعرف إنما ابتلاك الله ليجتبيك، وإنما اجتباك ليعلمك، وإنما اجتباك ليعطيك ويعرفك من أين العطاء يكون، فيكون من عنده، من عند الله جل في علاه. نعم، لا يريدك أن تلتفت لغيره جل في علاه، فإنما هذا البلاء هو بسبب التفلت الذي نعيش فيه، فأراد الله لنا الخير أن يبتلانا. لكن نبدأ بهذا الحديث ثم نشرع في الدرس إن شاء الله، الدرس في التوحيد وأهمية الاستغفار. أهمية الاستغفار أنه ينقلك ويبين لك أنك لا تعبد صنما والعياذ بالله. الاستغفار يبين لك عندما تعيش آية، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. فهذه الآية ستنقلك نقلة نوعية من علم اليقين، علم اليقين إلى عين اليقين. ما هذا عين اليقين؟ عين اليقين كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يروا الماء يتدفق من بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسمعوا الحصى يسبح بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يروا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الشاة الصغيرة فتحلب الحليب، نعم، فيشربوا ويرتووا، يرى الفتاة القليل من، كانوا يروا الفتاة القليل من الخبز أو الطعام، فيبارك الله لهذا النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، لسيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، يبارك له في هذا الطعام، فيكثر هذا الطعام فيشبع، فيطعم جيشا كاملا منه، سبحان الله، قوامه أكثر من 1000 رجل، نعم، سبحان الله، ببضع فتات من الخبز وخبز الشعير، والله أعلى وأعلم. نعم، فالتوحيد هو أن تعرف الله وأن لا تلتفت لغير الله، وإذا سألت فأن تسأل الله، وأن تشكر الله، وشكر الله يكون برد الفضل له، أن تعرف أن كل نعمة بك أو من حولك فهي من الله، وأن الأمر كله لله وليس لنا من الأمر شيء. فإن علمت هذا قل ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وأمنتم. عندما تشكر وتعرف أن الفضل كله لله فلماذا يعذبك الله؟ إنما ابتلاك ليبين لك أن الأمر كله بيد الله جل في علاه، وليس لأي مخلوق فضل عليك. نعم، نشكر الناس، من لا يشكر الناس لا يشكر الله، ولكن الفضل كله لله جل في علاه. نعم، وتفضل علينا في كل شيء، فنسأل الله دائما ونحفظ الله في السر والعلانية. فهنا أردت وأحببت أن يعني أبدأ بحديث لم يكن في هذا الدرس، الدرس الذي كان في علم التوحيد، سبحان الله. إن شاء الله من مدرسة البلاء أن تخرج هذه الدروس خرجت من مدرسة البلاء عندما ابتلاني الله في 2015 وأغلق علي كل باب، كما هي مغلق عليكم أبواب الرزق، أبواب الزواج، أبواب الولد، أبواب الفهم، أبواب العلم، أبواب الوظائف، أبواب كلها أبواب أغلق الله ليأتي بكم. تعالوا إلى الله، عودوا إلى الله، أقبلوا على الله، فما عند الله هو خير، الله يراكم وهو أرحم بكم من أنفسكم. نعم، إن علم بكم في التقديم أعطاكم، إن علم الخير في التقديم فرجها عليكم، وإن علم الخير لكم في التأخير صبركم. نعم، في الاستغفار عندما تعيش آية الاستغفار يربط الله على قلبك في هذه الآية، فتنتقل كما كانوا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا يعني عاشوا الآيات الحسية، رأوا بأم عينهم ما كان يقول لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن هنا بفضل الله وبفضل ما أدن الله لنا أن نعيش من آيات حسية، كما أننا وصلنا الليلة بالنهار في الاستغفار، فأمطر الله السماء وجاء بالمال وقضى الله الدين. وعندما
تأخذ أو تسمع يا أخي حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقضاء الدين أقبل عليه بكلك موقن إنه حق مثلما أنك تنطق. نعم، عندما تسمع أن هناك حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم كهذا الحديث الذي سأقص عليك، ولكن نحن سندخل في الدرس مباشرة يعني بعد هذه المقدمة وبعد أن أقرأ هذا الحديث يا غلام. نعم، اعلم إن هذه الحديث الصحيح هي حق، لكن كيف ننفذها؟ هذا الذي غاب عن مشايخنا جزاهم الله خيرا، أن تقبل بكلك ليل نهار تبقى في هذا الأمر، يعني من الاستغفار ليل نهار، قراءة سورة بقرة تكثر وتواصل وتستمر، ليس فقط حتى تقطف الثمار. نعم، قد يقضي الله دينك بالاستغفار، لكن ماذا بعد الاستغفار بعد قضاء الدين؟ ابقى، سيغنيك الله، سيحقق لك كل شيء. نعم، سيفتح الله عليك، ليس فقط في المال، في العلم، في الفهم. لماذا لا تفهم انت؟ لأنه تعرض القلوب على الفتن كعود الحصير، عودا عود كالعود، عود 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 عود. فأي قلب، إن نأخذ الشق الذي أي قلب، هاي الفتن، فتن النساء والسهر وتبديل السيارات والأفلام الساقطة واللوتو والتوتو والميسر والغناء والرقص والأخبار والكرة القدم، كل هذه الفتن والقيل والقال كلها تعرض على يعني كل هذه الفتن التي في الدنيا والتدخين، عد مشهد تعرض على هذه القلوب عودا عود كعود الحصير. فأي قلب أشربها يعني رضي فيها وبدو إياها، تنكت فيه نقطة سوداء، فهي حتى تصبح هذه القلوب سوداء مربادة، يعني سودة سودة سودة، لا تقر معروف ولا تنكر منكر. شو بقول أحمد أبو أحمد؟ مش فاهم، عشان تصير تفهم. والله حتى لو كنت بروفيسور، حتى لو كنت أكبر شيخ، مش فاهم عمال مش عمل، يعني أنت بتسمع من هنا بتطير من هنا، كيف بقولوا بسمع تدخل من هنا المعلومة تخرج من هنا وأنت لا تفعل، فسببه ذنب ذنوب اقترفتها كثيرة جدا، وهذه الفتن التي أشربها هذا القلب عليك أن تمحى. أنت لا تدري ماذا تفعل. الاستغفار يعني ليش ممسك هاي بتذكرنا بالاستغفار، يعني هاي فنستغفر استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله. ماذا يحدث هنا؟ يبدأ ينقشع هذا السواد الذي على هذا القلب، فنبدأ نفهم، نبدأ إذا تكلموا بالدين نفهم ونعي ماذا يقولوا، فننتقل من السماع إلى التنفيذ. هذا هو بيت القصيد، هذا هو بيت القصيد الاستغفار. نحن نعيش آية يا جماعة، لا نذهب إلى أوراد. عند أخوك أبو أحمد نعيش آية، بلغوا عني ولو آية، فنعيش الآية الاستغفار حتى نقطف ثمارها. وأهم آية هي الاستغفار، إنك أنت ملان في الذنوب. نشرع في الدرس إن شاء الله بإذن الله الواحد الأحد عن طبعا هذا الحديث ليس له علاقة في هذا الدرس، ولكنهم في نفس الباب. نعم، كل التوحيد هنا حسن الظن، ولكن هنا افهم، شوف كيف الربط، سترى الربط هنا في الدرس نفسه إن شاء الله كيف جاء الربط. عن ابن عباس، عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك. شو معناها؟ راقب الله بكل شيء، يعني أولوياتك كلها عند الله. هل يرضى الله؟ هل يرضى الله إني أشرب مثلا هذا الشراب، أخذ يعني هل أنظر إلى هذا، هل يجوز؟ راقب الله، ارضي الله، احفظ الله، يعني أهم أولوية إنك ترضي الله، مش الناس ولا من حولك. لو كان ما بيني وبين الله عمارا فليكن ما بيني وبين الناس خرابا، ما يهمني إذا أنا الذي بيني وبين الله عمار، فما أنا ما بحاجة لأي واحد بعد ذلك. نعم، الله يرضي، والله يعني الله يرضي الناس. فهذا هو بيت القصيد، ودائما ننسى بفضل الله. يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده اتجاهك. عندما تحفظ الله بهذا الأسلوب سيكون الله معك، لن يضيعك الله، لن يقبل أن 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 يعني أن تنذل أو تنهان وأن تضل أو أن تبتعد عن طريقه، بل سيبقيك حوله، يعني في كنفه، في رحمته، في يعني
تتقلب في رحمة الله. نعم سيؤويك إلى كهف رحمته كما قال للفتية: فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. هذا معنى إنك أنت يعني تحفظ الله. نعم فيحفظك الله. احفظ الله تجده اتجاهك. إذا سألت فاسأل الله، فقط اسأل الله. بدك أي شغلة، بدك شغل، بدك زوج، بدك عمل، بدك فلوس، بدك تقضي دين، ادخل إلى الصلاة يا أخي في الجوف في 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 الليل في الثلث الأخير من الليل، ثم أسجد سجود طويل طويل، ثم أطل سجودك طويل يعني طويل، ثم ابكي لله. لا تبكي للناس، ابكي لله. نعم ابكي لله، قل يا رب أنا أذنب، أنا أسأل، اغفر لي، ارفع عني هذه البلوى، اربط على قلبي حتى يقضى هذا الدين، اربط على قلبي الذي إله علي الدين، اربط على إله علي فلوس، خليه يسكت يا رب حتى إنك تحيئ لي أمري من أمري رشدا. نعم هكذا. فإذا سألت وإذا استعنت فاستعن بالله، استعين بالله دائما. كل شيء بدك إياه، بدك تشتري سيارة، بدك تعمر بيت، بدك تتزوج، بدك تذهب، بدك تيجي، اسأل الله يا رب، يا رب أنت المستعان، اللهم سهل لي هذا الأمر. دائما الله 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 الله، كل كلامك الله. واعلم أن الأمة، اعلم كن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء، والله لن ينفعوك إلا بشيء قد كتب الله لك. يعني مجبورين احنا في التوحيد. الرسول عليه السلام علم اصحابه التوحيد 13 عام، لازم تعرف ربك كيف تعبده. نعم واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. نعم مش ربنا يستنى ينتظرنا يوم القيامه، ربنا موجود وقريب وبيعطي بيعطي، لكن ذنوبنا حالت بين هذا العطاء وهذا الفهم وهذا القلوب اسودت واصبحت سوداء، لا تقر معروف ولا تنكر منكر، بطل يعرف الحق من الباطل. نعم يعني سيدنا علي رضي الله عنه يوما ما ابتاع يعني اشترى بعير، فكان في عنده خادم، المهم هذا الخادم أو هذا الرجل الذي مسك البعير حتى يذهب سيدنا علي ويأتي في ثمن البعير، فوجد إنه هذا الرجل سرق الرسن تبع البعير، فتبعه يعني سيدنا علي ذهب ليأتي له يعني بأجره، فخرج فوجد انه الرجل سرق الرسن، فتبعه الى السوق فسال فوجده قد باعه، فقال كم بعته، كم يعني كم شريتموه، فقال بثلاث دراهم، فقال سبحان الله هذه ثلاث دراهم قد جئت يعني جاء اليه بها بالحلال لكنه فضلها ان تكون بالحرام، أخذ بالحرام، وقد جاء له سيدنا يعني هو باع الرسم 3 دراهم، وسيدنا علي كان جايب له 3 دراهم نفس المال أكله بالحرام، ولكن سيدنا علي كان جايب له بالحلال عشان تعرف معنى إن رزقك قد كتب لك وأنت في بطن أمك. فالتهي بعبادة الله وبالقرب من الله، مش معناه لا نعمل، نعمل ولكن لن نأتي في رزق أكثر من رزقنا تظن. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لا ينفعوك إلا بشيء قد كتب الله لك، واعلم إذا اجتمعوا على أن يضروك بشيء لا يضروك بشيء إلا كتبه إلا شيء قد كتب الله لك. يعني أنت مديون مهموم، لكن إذا وصلت إلى باب الله اعلم قد إذا كانوا في أي أذى عليك فهذا يعني أي يعني هيك هم وغم ونكد بسبب هذا يعني ابتلاء أتى بك الله، ولو لم يبتليك لما أتيت إليه، لبقيت متفلت. نعم لو فتح الله لك الدنيا لبغيت في هذه الدنيا، ولو أن الله بسط الرزق لعباده لبغوا في الأرض. هنا هنا الشاهد إنك أنت عدت إلى الله وأتيت إليه جل في علاه تائبا، فاعلم لن يعني لو اجتمعت الدنيا كليات على أن يقيموا هذا الذي كتبه الله عليك لا يستطيعوا وأن ينفعوك، فإن تستسلموا خلاص. لو تفهم هذا كيف بدك تستسلم وتفهم بالاستغفار، شو بصير؟ ينجلي القلب، بصير هذا العقل يفهم، بصير تستسلم، بصير تعرف تتكلم مع الله وتخاطب الله وتطلب من الله وتعرف أن الله هو المعطي. لا يمكن بدون استغفار تفهم، لا يمكن. فأقبل على الاستغفار ليل نهار ليل نهار. لأكبر شيخ استغفر الله، رسول الله عليه السلام كان يستغفر الله،
رسول الذي غفر له ما تقدم ما تأخر ولا ينطق عن الهوى، فكان يستغفر عليه الصلاة والسلام. فنحن حتى لو أن ملياردري من عرف الله في الرخاء عرف الله في 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 في, في, في الضراء، قد يعني ممكن أنك تكون حالتك مليحة مادية وما شاء الله عليه، ولكن قد تأتي هذه اللحظة التي ابنك بين الحياة والموت، تدفعش الفلوس هون، شو بدك تفعل؟ خلاص. فإن كنت محسنا سألت الله بإحسانك، وهذه الذي سميناها المقايضة، تسأل الله بصالح عملك، ما هو رصيدك؟ نعم. فاعلم إن الأمر قد كتب، فلا تتكلم أكثر من اللازم. شو بده يصير معك يا أخي؟ يعني المديون يعني تقطع رأسك؟ لو كتب الله لك أن تسجن، والله ستسجن بدون دين، لكن استسلم واعرف انك انت بين يدي الله. مش معناها انك انت يعني خلاص يعني هيك مكتوب، يعني انا مكتوب ألم، يعني لا، انت تقول الله وتسأل الله، والله يربط على قلبك ان كل شيء تمام، كل شيء جميل، وكل شيء هيك تتغير الصورة. نعم. وعلى ان اجتمعوا ان يضروك بشيء لا يضروك الا بشيء قد كتب الله لك، رفعت الاقلام وشفت الصحف. خلاص انتهى الكلام، انتهى الكلام. إذ لم تصيبك أصابك، لا يمكن عد أصابك، لأن هذا المولى عز وجل، والذي لن يضرك فلن يضرك. لكن كيف بدك أنت تعيش هاي اللحظة إنك أنت في الأدعي؟ اللهم إنا أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، مؤمنا بها مصدقا في هذا الحديث، الهم والحزن والغلبة الدين وقهر الرجال. والله إن لزمتها بحق فأنت على خير، لكن شو اللي بده يخليك تفهم؟ وهيك الاستغفار، الاستغفار ممحاة الذنوب. هذا القلب عندما يكون نقي، فأي قلب أنكر هذه السيئات الفتن تنكت فيه نكتة بيضاء، فهو كالصفا، كالحليب كالصفا، أبيض، يفهم ويعي، يفهم ويعي. لو كان ولد صغير وعلى قباله بروفيسور، هذا الولد الصغير يفهم أكثر من البروفيسور بفهم القلوب، لأنه هذا قد أنكر الفتن وذاك قد أشرب الفتن، فقلبه أسود لا يفهم، فيبدأ يفتي من رأسه. هذا الحديث يعني إحنا دروس جميلة، يعني خليك هيك، يعني هاي كله خير إن شاء الله، مش كل خمس دقائق معلومات على السريع ومشي. لا، التوحيد، علم التوحيد عجيب يعني يا جماعة. أن تعرف الله فأنت خلاص أنت واصل بإذن الله الواحد الأحد. أن تنسب الفضل لله، أن لا تلتفت لغير الله، أن تعلم أن رزقك قد كتب، لكن ما الذي يرضيك ويربط على قلبك؟ الله. ما الذي يؤجج هذا الأمور، يؤزها أز في قلبك؟ بدي سيارة، وبدي طيارة، وبدي أشتري، وبدي أبيع، وبدي أسافر، وبدي أعمل 100 مليون شغلة دقيقة. الله يعني يجعلها كنار تلظى في قلبك، بدك كل شيء. من كان همه الدنيا جعل الله فقره بين عينيه، بده هذا وهذا وهذا. عندما تتوب وتقبل على الله فكل هذا ينتهي. ما أنت مش بحاجته، هذا عقاب نزل عليك انك بدك كل شيء. والله تتغير الامور انت بتظن، لكن كيف بدك تفهم كلامي؟ ضلك استغفر استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اليوم تفهم، يعني اللي بتفهمه اليوم مش راح يكون زي بعد شهر. بعد ما الاستغفار بعد شهر تفهم اكثر بكثير، ستعي هذا الكلام ويدخل الى القلب ويتحلل هذه الجوارح وتعمل به مؤمنا موقنا في هذا الكلام. والله مش كلام يعني هيك من كلام صحف، لا. إن الله لا ينظر إلى أشكالكم ولا إلى ألوانكم، ولكن ننظر إلى القلوب التي في الصدور. هذه الصدور ماذا يوجد فيها؟ فيها هوى، حبة الدنيا، فهي فارغة، فلا تساوي عند الله جناح بعوضة هذه القلوب. لكن عندما تستغفر وتكثر من الاستغفار فتعي وتعرف أين أنت ذاهب. نعم. وفي رواية عن غير ذلك عن الترمذي روى الإمام أحمد: احفظ الله تجده أمامك، اعرف الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم
إنما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم إن النصر مع الصبر. يعني إن الفرج مع الصبر، وإن الفرج مع الكرب. لما بتشتد وإنت على خير، افهم مليح، لما بتشتد وإنت قريب من الله، يعني إنت بتقرأ قرآن وإنت بتستغفر وبتستغفر، وكأنه المحكمة إسا جاي، اعلم إنك إذا إنت على خير قرب الفرج. أما إذا كانك إنت متفلت، لا، هذا لا ينطبق عليك، بدك تتوب إلى الله وتكون مع الله فيأتي الفرج إن شاء الله. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم إن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم إن النصر مع الصبر، وإن الفرج مع الكرب، وإن مع العسر يسرا. لما بتشد كثير عليك اعرف قربت. لما أنت على خير مع الله، أنت مستغفر قائم في الليل تبكي لله، يا الله يا الله يا الله، نحسن الظن بالله. فنفوت على هذا الدرس عذرا، هذا مش درس طويل، ولكن هيك الدروس اللي بدك تفهم فيها. بينفعش تكونك المحاضرات في الجامعات مش 3 دقائق، هذا أهم لك من كل المحاضرات في الدنيا. صدقني، أن تعرف الله وتعرف كيف تتعامل مع الله، وتعرف لماذا الله يحرمك ولماذا الله يمنعك ولماذا الله يعطيك، وأن تحسن بالآخر بالظن بعد أن أسأت وأغلق عليك كل باب، كيف لا تسيء الظن بالله. نعم، أبدأ الدرس إن شاء الله من هنا. أحمد الله رب العالمين الذي حمد نفسه ثم قال: قل الحمد لله. الحمد لله أحمده سبحانه حمد العارفين، حمد الشاكرين، حمد الذاكرين. والحمد لله الذي هدانا إلى طريق الحق واجتبانا، أحمده سبحانه وأشكره وأستعينه على نيل الرضا، وأستمد لطفه فيما قضى وبعد. إني باليقين أشهد شهادة إخلاص أن لا يعبد في الكون معبود سوى الرحمن، وأن خير خلقه محمدا روحي وأبي وأمي له الفدا عليه الصلاة والسلام. أما بعد، فإن خير ما بدأ فيه الكلام وخير ما عطرت به المسامع هو كلام رب العالمين الذي قال وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. الرحمة بالمغفرة مربوطة، إن الله يغفر الذنوب جميعا. فيا من ضاقت عليك الدنيا بما رحبت واشتد بك البلاء، فأصبحت طريد ديونك وتخلى عنك الأهل والأحباب. فيا من يتعصر قلبه ألما من الأمراض والأسقام، فاتخذت سبيل البكاء لتنفس عنك البلاء. اعلم يا أخي في الله، إن البكاء لغير الله لا يقدم ما أخر الله، ولا يؤخر ما قدم جل في علاه. فإياك إياك أن تقنط من رحمة الله، إياك إياك أن لا تحسن الظن بالله، فإنه جل في علاه خلق الإنسان ضعيفا، فما يخرج من هم إلا وقع في غيره، ولقد خلقنا الإنسان في كبد. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فوجد أبا أمامة جالسا فيه في وقت غير صلاة، في غير وقت الصلاة. قال: يا أبا أمامة. فقال له: ما أجلسك هنا في وقت غير صلاة؟ قال: أبو أمامة، ديون ركبتني. قال أبو أمامة: ديون ركبتني، ديون وهموم غلبتني، هموم. قال: ديون ركبتني وهموم غلبتني،
فقال صلى الله عليه وسلم، هذا حديث صحيح، ألا أدلك على كلمات إذا قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ قال بلى يا رسول الله. قال له قل اللهم إنا أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. نعم، كانوا صحابة رسول الله يتعلموا الحديث، يعني الدعاء كما يتعلم الآية، فتعلم هذه الأحاديث، نعم اعلم إنها حق. فقال صلى الله عليه وسلم اللهم، يعني قل يا أبو أمامة، اللهم إنا أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. فما من عبد يقولها مؤمن بها معتقدا لمعانيها إلا جعل الله الفرج والمخرج. قال أبو أمامة فقلتهن فأذهب الله همي وقضى ديني. حقيقة هذه، فوالله لا يبدد الهم ولا يزيل الغموم إلا الحي القيوم الذي لا تأخذ سنة ولا نوم، والذي نفسي بيده، إنما أراد بك خيرا أن يبتلاك. والله لو أنه أبقاك لهلكت ووصلت إلى جهنم والعياذ بالله، لكن أراد الله بك خيرا أن يبتلاك. إنما أراد بك خيرا أن يبتلاك وضيق عليك، إنما أراد بك خيرا إذ أغلق عليك كل باب، إنما أراد بك خيرا إذا ابتلاك فانكسر قلبك لمولاك. فوالله ثم والله إنما أرادك أن تعرف أن لا منجى ولا ملجأ منه إلا إليه، إنما أرادك أن تجعله نصب عينيك. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعذت فاستعذ بالله، واعلم هنا الحديث الذي كان هنا، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. عذرا تشرب. فوالله ثم والله إنما أرادك أن تعرف أن لا ملجأ ولا منجا منه إلا إليه، إنما أرادك أن تجعله نصب عينيك فتبث له أحزانك وتشكي إليه همومك وغمومك ساجدا. أسجد، حط راسك بالأرض، أطل سجودك في قيام الليل، أطل 10 دقائق، ربع ساعة، ابكي كل ماضيك، ابكي كل حسرتك، سيربط الله على قلبك وعلى قلب هذا اللي عليك دين، سيربط الأمور. والله نعم. فتبث له أحزانك وتشكي إليه همومك وغمومك، ولسان حالك يقول يا ربي إلى من تكلني؟ إلى ضعيف يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ ولسان حالك يقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ ولسان حالك يقول إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت، فيا من كشف الضر عن أيوب وأزال الهم عن يونس وفلق البحر لموسى وجعل بين البحرين حاجزا، اكشف عني همي وفرج عني كربي واقضي عني ديني ولا تجعلني أشقى عبادك إليك عندك. اللهم لا تحرمني خير ما عندك بشر ما عندي، فإنك والله لو قلتها من قلب مكسور إلا وفتحت لك أبواب السماء وجعل لك من أطباقها مخرجا. لو توقن بهذا الكلام يقينا إن الذي ابتلاك هو الله وليؤدبك، وأنت جئت تائبا والله سيجعل لك فرجا، لكن موقن، لا تنظر إلى هذا وذاك، الذي ابتلاك هو الله فلن يستطيع أن ينجيك. بدأنا، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، فالجأ إلى الله وحده. هذا التوحيد، هي قمة التوحيد. نعم، والله يا أخي، فما من عبد يرفع يديه متذللا إلى ربه موقنا إن الفرج إنما هو من عنده،
فإنه لا والله لن يخذله. نعم. فيا من أحاطت به همومه من سقم في الجسد أو مرض فأعياه الأطباء وعظم عليه البلاء، فيا من يشكو الولد والبنت وقلة المال والحال، فرفعت يداك إلى الكبير المتعال، ولسان حالك يقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ولسان حالك يقول ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فإنه والله هذا هو المقصود من البلاء. تعود إلى الله منكسرا عارفا أن الحل بيد الله، فوالله هذا هو المقصود من البلاء. المقصود أن يفر العبد من ذنبه، رجعنا إلى الاستغفار، فالمقصود أن يفر العبد من ذنبه فلا يعود إليه أبدا. المقصود من البلاء الفرار من سخط الله إلى رحمته جل في علاه. المقصود أن ينكسر العبد بين يدي ربه. صلي وانت خاشع، تباكى وانت بالسجود، يا رب أطل التهجد، يا رب يا رب يا رب، حتى يبدأ هذا القلب، أكثر الاستغفار حتى ينجلي هذا القلب، تبدأ هذه العينين تتفاعل مع القلب. نعم. المقصود أن يعرف العبد ربه. المقصود أن يعرف العبد من البلاء. المقصود أن يعرف العبد من البلاء إذا عظم عليه الدين أو المرض، إن الله أعظم، إن الله أعظم. نعم، من البلاء تعرف إن الله أعظم من دينك وأعظم من مرضك، وأنه هو جل في علاه من يكشف البلوى. والمقصود أن تعرف أنه هو وفقط هو جل في علاه الذي ينجيك من كل هم وغم. والمقصود أن تقول يا ربي أنت ترى حالي وتعلم ضعفي وفقري، يا ربي إليك التجأت وإليك اشتكيت وبك آمنت وإليك أسلمت. نعم، اعلم يا أخي إنه أرحم من نفسك بنفسك التي بين جنبيك. والله إن الله أرحم بنا، لكننا لو بقينا على حالنا لهلكنا وأهلكنا وأفسدنا ودمرنا الدنيا. فوالله ثم والله إن قلت هذه الكلمات فتحت لك أبواب السماء وجاءك الفرج من حيث تحتسب ومن حيث لا تحتسب. فيا من اشتد به البلاء وعظم عليه العناء من أهل وولد وقلة حال، اعلم إن لك ربا لا يخيبك، وإن لك ربا هو منتهى الشكوى، فإن لك ربا يحبك ويحب الالتجاء إليه، فتوكل عليه. وهو الذي قال جل في علاه في حديث قدسي: ما من مخلوق يعتصم بي من دون خلقي فتكيده أهل السماء والأرض إلا جعلت له من بين ذلك مخرجا، وما من مخلوق يعتصم بغيري إلا جعلت الأرض تحته هوية وقطعت أسباب السماء بين يديه. يا ابن آدم اطلبني تجدني، فإذا وجدتني وجدت كل شيء. بالله بكلك لا تلتفت لهذا ولا ذاك، حلك مشكلتك وقلة دينك وفلوسك، بدك زوج وبدك عريس وبدك تقضي الدين ومرضك وبدك تزوج أولادك، عند الله اشكي لله، قل له يا ربي كبرنا، يا ربي هرمنا، يا ربي بطل في حيل، ضعف الجسد، يا ربي الوقت قد أزل قد فات، هرمنا يا رب، يعطينا يا رب العالمين، وأنت خير الفاتحين، ارزقنا يا رزاق، وأنت خير الرازقين. نعم. ابن آدم اطلبني تجدني، فإذا وجدتني وجدت كل شيء، وإذا فتك فآتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء. تحبب إلى الله. نعم، هذا هي قمة التوحيد. فكم مرة أنار طريقك بعد أن أظلمت الدنيا عليك. تذكر يا أخي وذكرهم بأيام الله، هذه معناها. فكم مرة أنار طريقك بعد أن أظلمت عليك وذكرهم بأيام الله. مش كنت مرة كروب ومهموم وقضى عنك دينك قبل بمرة، وكنت مكروه وكان حدا بده منك إشي، وكنت حوالك أسوأ من اليوم، فقضى الله عنك هذه. نعم، هذه ذكرهم بأيام الله. نعم، لا تنسى هذه الأيام. نعم،
قل له يا رب اغفر لعبدك المقصر. نعود هنا إلى الاستغفار، استغفار استغفار استغفار، يمحو الذنوب، نعم يجلب الرزق، تحلو الحياة بالاستغفار. قل له يا رب اغفر لعبدك المقصر المسيء الملتجئ إليك، فوالله ما ذكرناك وما شكرناك حق الشكر. نعم، عشان هيك واصل الليل بالنهار، ليل نهار استغفر الله، نعم استغفر الله. والشكر أن تنسب الفضل لله فقط، إياك إياك تحبط عملك بأن تنسب الفضل لغير الله. نعم، انتبه لهذه الكلمات، إن أحدنا ليلقي بالكلمة لا يلقي لها بال. والله ما لقيت لها بال بال 2015، هذه الدروس كلها ضاعت مني مباشرة، خلص برا اخرج، لا نريد ان تتكلم عنا، تنسب الفضل غير الله. نعم هكذا هي. فيبقى الشيخ يتكلم يتكلم، جزاهم الله خير ان شاء الله، بس لكن ينتبهوا لهذه الكلمات البسيطة، انا قلتها اجتهاد شخصي، فاطفى الله كل الانوار، فيطفئ الله يذهب نورك، فالذي يسمعك لا يفهم شيء، وانت لا تسمع ولا هم يعملوا شيء، خلص يعني وكأنك عم تتكلم مع حيطان والعياذ بالله، تتكلم مع الحيط مع 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 الجدران. نعم، فوالله ما ذكرناك وما شكرناك حق الشكر، تب علينا يا تواب، اغفر لنا يا غفور، ارحمنا يا رحيم، فوالله ما أن تتوب من الذنوب والمعاصي، وإذا بالضيق يتسع والغم ينكشف والشدة تزول. ثم فإني أوصيك، ثم أوصيك أن تقلع عن الذنوب صغيرها وكبيرها، لأنه لا ينزل بلاء إلا بذنب، ولا يرفع إلا بتوبة. رد المظالم لأهلها وتذكر إنه يقبل التوبة عن عباده، فوالله ما ابتلاك إلا ليقربك، ما ابتلاك إلا ليرحمك، ما ابتلاك إلا ليعلي شأنك وقدرك. فاعلم، فإن علم الله الخير في رفع البلاء فرجك، إن علم الله إنه الفقير لإلك إس سيرفع البلاء عنك فرجك، وإن علم إنه في التأخير يعني كمان شوي تشتد عودك، تتحب الاستغفار، تتكثر من الاستغفار، تتنزل هذه الدموع أكثر، تصدق إن الاستغفار فيه المنجات والقرب من الله، وتعرف أن الله يحرك السحاب لك ويأتي بالمال من حيث لا تحتسب، صبرك وصبر الذي له عليك الدين. لكن قديش انت مآمن، قديش انت مصدق. نعم، ان علم فيه في الفرج الخير فرجك، وان علم في التأخير الخير لك صبرك، فسبحان الله، فعلى كل حال انت بخير. نعم، واعلم ان الله اكبر من كل هم ومن كل كرب ومن كل مرض. اللهم إنا نشكو إليك فقرنا، فأغننا من واسع فضلك، اللهم اجعل فقرنا إليك وغنانا بك، اللهم ارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير. أسأل الله العلي العظيم أن تلزموا الاستغفار حتى تفهموا وتعيوا، وهذه القلوب تشرع تفهم كلام الله وتقبل إلى الله، وإن سمعت كلام الله ترق هذه العيون. الحمد لله ثم الحمد لله، أسأل الله العلي العظيم، نعم بالاستغفار نعرف كل شيء، بالاستغفار نفهم، بالاستغفار نرتقي، بالاستغفار نقضي الديون، بالاستغفار نتزوج، بالاستغفار تتكاثر هذه الأمة، بالاستغفار نقود الدنيا، نعم ونأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. نعم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.